يسلموا حياتي. حبيبي اتصلوا فينا اليوم من المشفى. شو؟ أمي لتكون أمي فائت مرة تانية. لا حياتي لساتها بالغيبوبة ومو حاسة بشي. ايه لكن مشان شو اتصلوا فينا؟ مشان الحساب. عم يقولوا انه الحساب كتير كتير وصار لازم نعطيهم دفعة جديدة. شو صار مشان المكتب؟ لساته الحجز عليه؟ منيح. بس إذا ضليت قاعد بالبيت طول النهار ما رح يتغير شيء. احكي مع الجماعة بيجوز تتفقوا وتحلوا الموضوع بطريقة ودية، ووقتها بيجوز يتحسن وضعنا شوي، شو رأيك؟ مشان الله زيزي خلص، أنت شو عم تحكي؟ سمعتي وضعي الاقتصادي صار تحت الصفر بالسوق، وما حدا رح يشتغل معي. معناتها دور على شغل عادي واشتغل. زيزي انا متعود كون المدير بشغلي، عم تفهمي؟ ومستحيل اقبل على حالي اني اشتغل عند حدا. كنت مدير شركه والامر ناهي فيها. لا لا ما بتزبط حدا يعمل علي مدير. بس ليكني انا عم اشتغل وفوقها عم اتحمل سالت الزباين وقرفون وعم اقطع سجق واستشور شعر العالم. بتعرف قديش انا عم تعذب؟ لا تشتغلي، يعني في حدا جبرك على الشغل؟ ها؟ خلص بتدين وبمشي امورنا. ايه وبس لحتى يخلصوا المصاري منا بدنا ناكل، بعدين الناس لايمتى رح يدينوك يعني؟ وكيف بدنا نوفيهم؟ واذا ما اشتغلنا من هلا رح نشحد بالاخير. خلصنا زيزي بقى، من غير شيء انا كرهان حياتي ومو عرفان شو بدي اعمل، بقى اتركيني بحالي احسن لك. فكرك انا اللي كثير مبسوطه بهالعيشه يعني؟ انت عرفان انه المره اللي كانت تشتغل خدامه عندي اجت اليوم على الشغل وخلتني انا اخدمها؟ شو؟ مين؟ قصدك نعيمة؟ ايه نعيمة. عرفت وين عم اشتغل وخلتني اعمل لها مساج لايديا، والله تبهدلت. لا عم بعيونها بسيطة، انا بعرف شغلي معها بس تجي. خلاص نعيمة ما عاد تجي لعنا، لأنه من وقت المشكلة وهي عم تتواقح، لهيك قلعتها وقلت لها لا عاد تجي لهون. ما قصرتي حياتي. خلص شيري بس يتحسن وضعنا منجيب وحده غيرها. ولبين ما يتحسن وضعنا مثل ما عم تقول انت رح تشتغل بالبيت. شو؟ شو عم تحكي انت؟ انا؟ بعدين شيري يعني انا شو فهمني بشغل البيت؟ انا رجال وهي مانا شغلتي والله. وكمان مو شغلتك تقعد بالبيت مثل النسوان، طالما ما بدك تشتغل مثل العاده، اشتغل بالبيت بدالي. İşten bir medeni kesti. Güzel mankeni İstanbul'da bir ikinci reyonlarında alışveriş yaparken.